الطلاب نتعلم ويا الأصحاب نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد احنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد ليلى لا ليلى لا ليلى لا بسم الله الرحمن الرحيم. مدارس ابن خلدون التعليمية. الفرع ابتدائية الياسمين. الصف الرابع الابتدائي. المادة لغة الجميلة. عنوان الدرس النص الشعري أرباب الحرف. معكم الأستاذ علاء عبد الحليم معلم اللغة العربية بمدارس ابن خلدون التعليمية. ندرس الوحدة الثامنة المهن والحرف. النص الشعري أرباب الحرف. نبدأ بقراءة النص قراءة جهرية. نحن أرباب الحرف ليس يعنينا الترف ولنا كل الشرف أننا نحيي المهن. نحن أهل للبراعة في أساليب الصناعة ولنا في كل ساعة نهضة في كل فن. فضل صناع البلاد كل يوم في ازدياد ولهم في كل واد حسنات وامنا. من بنى للناس دورا من كسى الناس حريرا. نستمع إلى الأنشودة من خلال هذا. نحن أرباب الحرف ليس يعنينا الترف ولنا كل الشرف أننا نحيي المهن. نحن أهل للبراعة في أساليب الصناعة ولنا في كل ساعة نهضة في كل فن. فضل صناع البلاد كل يوم في ازدياد ولهم في كل وعد حسنات وامنا. من بنى للناس دورا من كسى الناس حريرا. من بنى للناس دورا من كسى الناس حريرا. نحن أرباب الحرف نحن أرباب الحرف نحن أرباب الحرف ليس يعنينا الترف ولنا كل الشرف أننا نحيي المهن. نحن أهل للبراعة في أساليب الصناعة ولنا في كل ساعة نهضة في كل فن. فضل صناع البلاد كل يوم في ازدياد ولهم في كل وعد حسنات وامنا. من بنى للناس دورا من كسى الناس حريرا. من بنى للناس دورا من كسى الناس حريرا. نحن أرباب الحرف نحن أرباب الحرف نحن أرباب الحرف ليس يعنينا الترف ولنا كل الشرف أننا نحيي المهن. نحن أهل للبراعة في أساليب الصناعة ولنا في كل ساعة نهضة في كل فن. فضل صناع البلاد كل يوم في ازدياد ولهم في كل وعد حسنات وامنا. من بنى للناس دورا من كسى الناس حريرا. من بنى للناس دورا من كسى الناس حريرا. نحن أرباب الحرف
أرباب الحراف، نحن أرباب الحراف، ليس علينا الترف ولنا كل الشرف أننا نحيي المهن. نحن أهل البراء في أساليب الصناعة، ولنا في كل ساعة نهضة في كل فن، فضل صناع البلاد كل يوم في ازدياد، ولهم في كل وعاء حسنات وامنا. من بنى للناس دورا، من كسى الناس حريرا، من بنى للناس دورا، من كسى الناس حريرا، نحن أرباب الحراف، نحن أرباب الحراف. بعد أن استمعنا إلى تلك الأنشودة الجميلة، يمكننا أن نحفظها من خلال تكرارها ونستطيع حفظها بسهولة. ننتقل إلى حل أسئلة كتاب الطالب في صفحة 170. أقرأ وأكتشف. أكتشف قدرتي على ترتيب بيت شعري بمحاولة ترتيب العبارات التالية: للبراعة، نحن أهل الصناعة في أساليبي. من يجيب على هذا السؤال؟ نعم يا مشعل، أحسنت، نحن أهل للبراعة في أساليب الصناعة. ننتقل إلى أنمي لغتي. أختار لكل كلمة في ألف المعنى المناسب لها في باء. ألف، باء، أرباب، الحرف، يعنينا، الترف، البراعة، يهمنا، الرفاهية، التفوق، الأعمال، أصحاب. ما معنى كلمة أرباب؟ نعم يا عبد الله، أرباب بمعنى أصحاب. من يضع في جملة؟ نعم يا فهد، نحن أصحاب المنزل، أي نحن أرباب المنزل. ممتاز. الحرف، ما معنى الحرف؟ نعم يا فيصل. الأعمال، أحسنت يا فيصل. وما منفرد الحرف؟ نعم يا خالد، الحرفة. من يضع في جملة؟ نعم يا سعود، هناك حرف كثيرة في بلدي، أحسنت. ما معنى كلمة يعنينا؟ نعم يا وليد، يهمنا. من يضعها في جملة؟ نعم يا عبد الكريم، لا يهمنا الشائعات. ما معنى كلمة الطرف؟ الرفاهية، ممتاز. وما مضاد كلمة الترف؟ نعم يا معاذ، مضادها الفقر، أحسنت. ما معنى كلمة البراعة؟ نعم يا ناصر، البراعة هي التفوق. ضعها في جملة يا محمد، أنا أحب التفوق، أحسنت. ننتقل بعد ذلك إلى النشاط الثاني. أكتب من القصيدة ما يعادل كل عبارة مما يأتي: في كل مكان. من يأتي من القصيدة بكلمة تعادل في كل مكان؟ هذا النشاط في صفحة 171. في كل مكان، نعم يا عبد الرحمن، في كل واد، أحسنت. يبقى في كل، إذن في كل مكان تعادل في كل واد، في كل واد. الواد هو المكان،
والوادي، الوادي هو المكان، من يضعها في جملة؟ نعم، دخلنا الوادي كثير الأشجار، أي دخلنا مكان كثير الأشجار. تقدم في كل مجال، هناك كلمة في النص معناها تقدم في كل مجال، من يأتي بتلك الكلمة؟ نعم يا نايف، نهضة، ممتاز، من يضعها في جملة؟ بلادي بها نهضة عظيمة، أحسنت. أفهم وأحلل، أقرأ النص قراءة صامتة ثم أجيب عن الأسئلة التالية: عمن يتحدث الشاعر في هذه القصيدة؟ عمن يتحدث الشاعر في هذه القصيدة؟ نعم يا نواف، يتحدث عن أصحاب الحرف، أحسنت. ننتقل إلى السؤال الثاني: ما شرف أصحاب المهن؟ أجب يا أمير، أن لهم الفضل في ازدهار وتقدم البلاد، أحسنت. ننتقل إلى السؤال الثالث: فيما برع العمال؟ أجب يا عبد الكريم، برع العمال في إحياء المهن، ممتاز. أذكر بعض أفضال أرباب الحرف، أجب يا ركان، نهضة البلاد، توفير الملبس والمأكل والبناء، أحسنت يا ركان. فأرباب الحرف هم السبب في نهضة البلاد وفي توفير الملبس لنا جميعا والمأكل وفي أعمال البناء الشاقة، فهم لهم فضل كبير في تلك الحرف. ننتقل إلى نشاط أتذوق، أسجل بعض الكلمات التي تدل على اعتزاز الشاعر بأصحاب المهن، من يأتي لي بكلمة تدل على اعتزاز أي فخر وافتخار الشاعر بأصحاب المهن؟ أجب يا أيهم، شرف، أحسنت. كلمة أخرى يا نواف، براعة، ممتاز. كلمة ثالثة يا فهد، نهضة، أحسنت. كلمة رابعة يا بدر، حسنات، ممتاز. كلمة خامسة يا أمير، بنا، أحسنت. كلمة سادسة يا سعود، صناع. أنت تحتاج 4 كلمات تسجلها في صفحة 172. ننتقل إلى النشاط الثاني: أقرأ بيتا أعجبني وأبين سبب إعجابي به، صفحة 172، من يجيب على هذا السؤال؟ ناصر، تفضل، أحسنت. من بنى للناس دورا، من كسى الناس حريرا، ويمكن لك عزيز الطالب أن تكتب أي بيت أعجبك من القصيدة، لماذا أعجبك؟ ممتاز، لأنه يبين فضل أصحاب المهن في ازدهار وتقدم البلاد. أنشد القصيدة إنشادا جميلا وأحفظ الأبيات وأكتب الأبيات التي حفظتها حتى لا أنساها. في نهاية هذا الدرس عزيزي الطالب، هناك الوردول وهناك ورقة عمل يمكنك أن تجيب عليها. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.